أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جزى الله الأستاذ الفاضل على هذه الإطلالة التي أطلعنا من خلالها على حياة أمنا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. وإن مما يستوقفنا جميعا في حياة أمنا جويرية رضي الله عنها وأرضاها كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت امرأة مباركة، بركتها ظهرت من الناحية الاجتماعية على قبيلة بني المصطلق برمتها، حيث أنها لما دخلت إلى بيت النبوة، لما اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها وأعتق بسببها 40 فردا من قومها، المسلمون جميعا الذين كان في أيديهم أسرى بني المصطلق سمعوا الخبر، طار الخبر في المدينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أصهار رسول الله. فبادر الصحابة كلهم إلى اعتاق من بأيديهم من الأسرى، فأعتقوا 100 رجل من بني المصطلق. فلذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق بسببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. مما يستوقفني ها هنا أيضا هذا التحول العجيب في حياة العرب بسبب رحمة الإسلام في خصوص نظرة المجتمع إلى المرأة. بعدما كانت المرأة لا حق لها في الميراث، لا حق لها في بإبداء الرأي، لا حق لها في أي شيء، فإذا بنا نرى المرأة، هذه المرأة التي عاشت حرة تأبى العبودية، لما وقعت في سهم شماس بن قيس فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد يعني أن يعتق. يعني الذي يستوقفني في القصة المرأة العربية كيف تحولت بالإسلام إلى هذا الأفق، بعد أن كانت تباع وتشترى، بعد أن كانت لا حق لها. فالإسلام إذن هو الذي أعاد للمرأة كرامتها، هو الذي أعاد للمرأة مكانتها، هو الذي استعاد للمرأة حقها المسلوب، وهذا هو الذي ينبغي أن نعرفه اليوم. إذن المرأة المسلمة وجدت حقها في الحياة، حقها في إبداء الرأي، حقها في، بل هل هناك إكرام للمرأة أكثر من هذا؟ أن أعتق بسببها قبيلة وأفراد قبيلة يعني بأكملها. ثم في حياة أمنا جويرية أيضا نلمس ذلك التحول العجيب في حياتها الشخصية. فبعد أن كانت في القصر وتعلمنا الحياة يعني داخل حياة، عاشت حياة البدخ وحياة الرفاهية، والأيام لا تدوم على حال، وتلك الأيام نداولها بالناس، فإذا بها فجأة يعني تجد نفسها يعني أما، ثم تنتقل إلى بيت النبوة، ثم يعني تختار النبي صلى الله عليه وسلم، تختار يعني إن شئنا أن نقول تختار النبي على أبيها. معنى هذا أنه انتقال من حياة البدخ والرفاهية إلى حياة الزهد والبساطة. ولكن
تجربتها أو تجربتها في الحياة أدركت من خلالها يقينا أن الماديات لا توفر السعادة للإنسان، إنما الذي يوفر السعادة هو العمل الصالح، هو طاعة الله عز وجل. الذي يوفر السعادة للإنسان هو من يجلب الطمأنينة للروح. وصدق رب العزة والجلال حيث يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لقد أدركت أمنا جويرير هذا، ولذلك كانت مقبلة على العبادة كما سمعنا. نعم، أمنا جويرية عاشت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكرمة معززة، إلا أنه داخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من حين لآخر تظهر بعض الأمور. ففي يوم من الأيام جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودموعها تنحدر على خديها تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. قالت: يا رسول الله، إن زوجاتك يقولن لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوجك، وإنما أنت يعني أما. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يهدئها ويطيب خاطرها، فقال: ألم يعني أبالغ في مهرك؟ يعني المهر كان كبيرا، ثمن العتق، يعني ولم يمهر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه مثلها. ألم أعتق 40 من قومك؟ فسكتت رضي الله عنها سكوت الرضا. عاشت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حياة الهناء والطمأنينة، ولكن دوام الحال من المحال. مات النبي عليه الصلاة والسلام، وعادت كل زوجة إلى بيتها، وعادت هي الأخرى إلى دارها، حيث لا أنيس ولا حسيس ولا جليس سوى اتصالها الدائم بربها وبخالقها عن طريق الصيام والقيام والذكر كما سمعنا. مرت الأعوام، وكانت رضي الله عنها شأن أمهات المؤمنين، كانت معززة مكرمة في ظل الخلافة الراشدة، تصلها الأعطيات، كانت الأعطيات تأتي إليها وتصلها ما يخصص لها من بيت مال المسلمين، وهي التي حازت قصب السبق كما رأينا في العبادة. في عبادة الله عز وجل لا بد أن تكون في الجانب الاجتماعي أيضا عند الموعد المطلوب. فكانت رضي الله عنها وأرضاها تنفق كل الأعطيات التي تصلها عن طريق بيت المال المسلمين، كانت تنفقها على الفقراء وعلى المساكين، مستحضرة قول ربنا جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كانت تنفق كل ما يأتيها، ولسان حالها يردد مع الشاعر قوله: أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البدل. كانت تنفق كما تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي الجواد الكريم الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة، والذي يصدق عليه قول الشاعر: تعود بسط الكف حتى لو سنى لقبض لم تطقه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هكذا عاشت أمنا رضي الله عنها، بل كانت تعتق من حر مالها. لذلك قالت يوما للنبي عليه الصلاة والسلام: أريد أن أعتق غلامي هذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيه لأخيك في البادية أن يساعده، فهو أعظم لك أجرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أمنا جويرير رضي الله عنها ظلت ملازمة لبيتها،
يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتزلت الفتنة. اعتزلت الفتنة حينما أطلت بقرونها على الأمة الإسلامية بعد وفاة نبينا ومرور الخلافة الراشدة، فظلت معتزلة للفتنة وقدمت نصيحة كما فعلت أم سلمة لأم المؤمنين عائشة، نصيحة إياها وآمرة لها بإلزام يعني بيتها. ثم بعد هذه الحياة الطويلة من الورع والعبادة والتقوى انتقلت إلى الرفيق الأعلى مخلفة للمرأة المسلمة أروع الدروس وأبلغ العبر والعظات التي أشرنا إلى بعضها في المجال الاجتماعي، دروس تجعل المرأة المسلمة اليوم في زمن الفتن المتلاحقة كقطع الليل المظلم، دروس تجعل المرأة المسلمة اليوم تقف شامخة رافعة رأسها إلى العلياء معتزة بدينها وإسلامها وقيمها الثابتة، مرددة مع الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.